أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون بمصابنا بإمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. طويل بكائي للمصاب ومدمعي، قليل بحق الرزء وهو غزير، تجرأ منهم صادق القول جعفر، رزايا لها كل الوجود يمور، أذاقوه كاسات المنون ولم يزل يقاومها الصبر فيه نصير. فلا يرقى بالضاق اللئيم مقامه وشيبته، فاللؤم جد كبير تسور فيه جنح الظلام حريمه، حقير وهل يخشى الإله حقير، فأخرجه في ذل حال بقسوة إلى شر خلق الله وهو صبور. وأعظم ما يدمي الفؤاد وقوفه وليس له دون البلاء ظهير، أيقذف نسل الصادقين بفرية ويرمى بذاك النعت وهو طهور؟ فلله كم كابت من محن العدا وما ثار في وجه الطغاة مجير، تواليت من الأعداء عليك مكائد وباعثهم في كل ذاك
فجور إلى أن قضى بالسم روحي له الفدا وأرواح كل العالمين تصير أحسنتم عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون الحمد لله الذي ابتلى الصادق من أوليائه حيث أمر بالكون معهم إذ هم خيرة أصفيائه فكرههم دار الغرور وحببهم دار لقائه فاشتاقوا إلى لقائه وقرعوا أبواب رجائه وكرعوا مرارة أعدائه والصلاة والسلام على أفضل رسله وأنبيائه المبتلى في نفسه الإمام بحر الحقائق ولسان الله الناطق في الخلائق جعفر بن محمد الصادق عليه السلام لنحظى بجزيل الثواب من الملك الخالق ونتوصل بها إلى مجاورتهم في تلك القصور والحدائق أما نسبه أبا وأما فإن أباه محمد الباقر عليه السلام أمه فروة بنت القاسم عليه السلام ابن محمد ابن أبي بكر وكان مولده بالمدينة سنة 83 وقد نص عليه من أبيها كما جاء في الأخبار على فنون شتى فروى أبو خالد أنه قال قلت لعلي بن الحسين عليه السلام من الإمام بعدك قال محمد ابني يبقر العلم بقرا ومن بعده ابنه جعفر واسمه عند أهل السماء الصادق عليه السلام قلت وكيف صار اسمه الصادق وكلكم صادقون فقال حدثني أبي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا ولد ابني جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام فسموه الصادق فإن الخامس الذي من ولده اسمه جعفر يدعي الإمامة اجتراء على الله وكذبا عليه فهو عند الله جعفر الكذاب المفتري على الله
ثم بكى علي بن الحسين عليه السلام وقال: كأني بجعفر الكذاب، وقد حمل طاغية زمانه على تفتيش أمر ولي الله والمغيب في حفظ الله. فكان كما ذكره عليه السلام. أحسنتم، عظم الله أجورنا وأجوركم. وفي كتاب المهج عن علي بن يقطين عن محمد بن الربيع الحاجب قال: قعد المنصور يوما في قصره في القبة الخضراء، وكان قبل قتل محمد وإبراهيم تسمى الحمراء، وكان له يوما يقعد فيه ويسمى ذلك اليوم يوم الذبح، وكان قد أشخص جعفرا عليه السلام ابن محمد من المدينة، فلم يزل في الحمراء نهاره كله حتى جاء الليل ومضى أكثر. قال: ثم دعاني فقال: يا ربيع، أنت تعرف موضعك مني، وأنى يكون خبر لا تظهر عليه أمهات الأولاد ويكون أنت المعاجل له؟ فقال: قلت يا أمير المؤمنين، ذلك من فضل الله علي وفضل أمير المؤمنين، وما فوقي في النصح غاية. قال: كذلك فسر أنت الساعة إلى جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وأتني به على الحالة التي تجد عليها، لا يغير شيئا منها. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، إن هذا والله هو العطب إن أتيت به على ما أراد من غضبي قتلا، وذهبت مني الآخرة، وإن لم آت به وداهنت في قتله قتلني وقتل نسلي وأخذ أموالي، فأنا خير نفسي بين الدنيا والآخرة، فمالت نفسي إلى الدنيا. قال محمد بن الربيع: دعاني أبي وكنت أفض ولده وأغلظهم قلبا، فقال لي: امضي إلى جعفر بن محمد الصادق بن علي عليه السلام، فتسلل عليه حائطا ولا تفتح له بابا فيغير ما هو عليه، ولكن انزل عليه نزولا وآت به على الحال التي هو فيها. فأتيته وقد ذهب الليل،
إلا أقله فأمرت بنصب السلاليم وتسللت عليه الحائط فنزلت عليه في دار فوجدته قائما يصلي وعليه قميص ومنديل قد اتزر به فلما سلم من الصلاة قلت له أجب الأمير فقال دعني أدعو وألبس ثيابي قلت ما لي إلى ذلك من سبيل قال دعني أدخل المغتسل فأتطهر قلت وليس إلى ذلك من سبيل فلا تغتسل نفسك فإني لا أدعك تغير شيئا فأخرجته حافيا في قميص ومنديل وكان قد تجاوز الستين فلما مضى بعض الطريق ضعف عن المشي فرحمته فقلت له اركب اركب فركب عليه السلام بغلا شاكريا كان معنا ثم سرنا إلى الربيع فسمعته وهو يقول ويلك يا ربيع قد أبطأ الرجل وجعل يحث استحثاثا شديدا فلما وقعت عين الربيع على جعفر بن محمد عليه السلام وهو على تلك الحالة بكى وكان الربيع يتشيأ فقال له جعفر بن محمد عليه السلام يا ربيع أنا أعلم بميلك إلينا فدعني أصلي ركعتين وأدعو قال شأنك وما تريد فصلى ركعتين خففهما ثم دعا بدعاء لم يفهمه لأنه دعاء طويل والمنصور في ذلك كله يستحث الربيع أحسنتم عظم الله أجورنا وأجوركم فلما فرغ من دعائه بطوله أخذ الربيع بذراعيه فأدخله على المنصور فلما سار في صحن الإيوان وقفا ثم حركا شفتي بشيء لم أدري ما هو ثم أدخلت بين يديه فلما نظر إليه قال وأنت يا جعفر وأنت يا جعفر ما تدع حسدك وبغيك وإفسادك على أهل هذا البيت من بني العباس وما يزيدك الله تعالى بذلك إلا شدة حسد ونكد ما تبلغ ما تقدر فقال له والله يا أمير المؤمنين ما فعلت شيئا من هذا
ولقد كنت في ولاية بني أمية وأنت تعلم أنهم أعداؤنا وأعدى الخلق علينا وعليكم، وإنهم لا حق لهم في هذا الأمر، فوالله ما بغيت عليهم ولا بلغهم عني سوء مع جفائهم الذي كان بي. وكيف يا أمير المؤمنين أصنع الآن هذا وأنت ابن عمي وأمس الخلق رحما بي وأكثرهم عطاء وبرا، فكيف أفعل هذا؟ فأطرق المنصور رأسه ساعة وكان على يساره رقعة خز مقانية وتحت لبدته سيف ذو الفقار، وكان لا يفارقه إذا قعد في القبة. قال أبطلت وأثمت، ثم رفع الوساد فأخرج سرة كتب فرمى بها إليه وقال هذه كتبك إلى أهل خراسان تدعوهم إلى نقض بيعتي وأن يبايعوك دوني. فقال عليه السلام يا أمير المؤمنين ما فعلت ولا أستحل ذلك ولا هو من مذهبي، وإني لمن يعتقد طاعتك على كل حال، وقد بلغت من السن ما قد أضعفني عن ذلك، ولو أردته فصيرني في بعض سجونك حتى تأتيني منيتي وهي مني قريب. ويلي وقف في مجلس المنصور الصادق والدمع غدران مثل ما وقفوا زينب في مجلس بني سفيان. الصادق ما هو مقيد بس يفجع من يشوفه حافي دخل المجلس دموع بخد مذروفة، وزينب دخلت الديوان بس بحبال مجتوفة، وكل ما تبكي جاء الصوت على الراس وعلى الذرع. يا شيعة جعفر الصادق وقف حاسر بالعمامة، وزينب حاسرة وقفت بحريم حسين ويتامة، ويزيدي بعينه ينظرها وراس حسين قدامه وقبال النساء وليتام كسر منه الأسنان. الصادق داخل المجلس عليه الحاقد الجرى صار يشتمه ويكذبه ورماغ الكتب في صدره، وزينب هم شتمها هناك شتم حيدر مع الزهراء، يقلها الخارجي انتي وابوك الخارجي والاخوان. الامام انسل عليه السيف حضر للمصطفى طاغا، وزينب واقفت نخيه وبس عليل وياها
ما جاغ النبي جدها وبوغ الوصي ما جاغ وغاب الحسن عنها وين ونحسن وقمر عدنان شاف الصادق الآلاء بس سالم رجع داره وزينب وصفه خلوها بخرابة بات محتارة بنات الزهرة كيف تنام على تراب وعلى حجارة رقية فارقتها هناك بغربة بعيد على الأوطان بغربة بعيد على الأوطان نبكي الليلة على المسموم نبكي الليلة على المسموم نبكي الليلة على المسموم نبكي الليلة على المسموم على المسموم نبكي الليلة على المسموم نبكي الليلة على نبكي الليلة على سدت سدت أبواب الحكمة والعالم أصبح ظلمة من ريح النور الأمة بدر العلم غاب اليوم نبكي الليلة على المسموم نبكي الليلة نبكي الليلة نبكي الليلة الظليم علي صبح قدام جاب بإيهان العمدة سمى وتيقطع جبدة وانطيفت شمعة لي علوم نبكي الليلة عال نبكي الليلة بالغدر سمى المنصور دلالة أصبح مفطور سافر عند يا النور حين اللي وقف المحتوم نبكي الليلة نبكي الليلة هالليلة تبكي الأكوان ينعل وحي والقرآن غاب العلم والإيمان من مات ثامن معصوم نبكي الليلة نبكي نبكي الليلة من فاضت من عند الروح من فاضت من عند الروح تزل عارش ويا اللوح والكاظم بفراق ينوح عالصادق دمعة مسجوم نبكي الليلة
نبكي الليلة نبكي الليلة بيمين الكاظم وراء والدمعة تجري بعينه بيمين الكاظم وراء والدمعة تجري بعينه قبل براسه وسجى في قبر ذاك المهدوم نبكي الليلة نبكي نبكي الليلة صبع القبر دمع العين والذكر جد الحسين صبع القبر دمع العين والذكر جد الحسين لا تغسيل ولا تكفين لا تغسيل ولا تكفين تغسل وسف من الدموم نبكي الليلة نبكي نبكي عالمسموم 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 نبكي الليلة عال نبكي نبكي الليلة من فاضت من عند الروح من فاضت من عند الروح اهتز العرش ويا اللوح والكاظم بفراق ينوح والكاظم بفراق ينوح عالصادق دمعة مسجوم نبكي الليلة نبكي نبكي الليلة الكاظم وراء والدمعة تجري بعينه قبل براسه وسجى قبل براسه وسجى في قبر ذاك المهدوم نبكي الليلة اي والله نبكي الليلة صبع القبر دمع العين والذكر جد الحسين صبع القبر دمع العين والذكر جد الحسين لا تغسيل ولا تكفين غسل وسف من الدموم تغسل وسف من الدموم نبكي الليلة
اي والله نبكي الليلة اي عالمسموم 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 نبكي الليلة اي والله نبكي الليلة على المسموم يا قلبي تفطر ودوب وذوب من العظم لجلة وتحسر والله تفطر يا قلب المصاب جعفا يا وانت يا جفن هل دمعتك دم والله أبد ما عفى المنصور عنا والله عنا يا لمن بالسم تقاضى النذل منا والله قعد عنده ولد وجذاب وان والله ونا وسالت دمعته والدمع عن دم والله مديد على ابن وجذاب حسرة والله حسرة يشم خده ويحبه وتكت عبره والله حن الكاظم وطاح الأصاد والله صدر يا شلون وداع محزن بين الاثنين الله من خلص وداع وقعد دون مديده وغمض لك عيونه والله مديده وغمض لك عيونه عيوني مات وقام أغلى يندبونه الله وياك يلتعب على الدين والله وسمى الما يعترف باسم الله وسمى بسقر طاح السعب قتله وسمى يا شلون الجرع الصادق وسمى وعليت نعوت ون الجعفرية وعليت نعوت ون الجاية يا عفري ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم والبراءة من أعدائهم والفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات تسبق الصلاة على محمد وآل محمد.